بحثت عن هبة أحبوك يا وطني، فلم أجد لك إلا روحي التامي، لغة لا يجيدها سوى الأحرار من أبناء الوطن. وهنا على شامخات نهم وجدنا صداها يتردد تزامنا مع الانتصارات التي حققها أبناء الجيش الوطني في ميمنة الجبهة. وحيثما تكون الانتصارات يكون الثمن، أحرار وهبوا أرواحهم لله ثم لعيش العزة والكرامة. ومن هؤلاء الأحرار الشهيد المهندس حسام عبد الخالق السمدة، الذي أبى إلا الالتحاق بركب الجيش الوطني لاستعادة وطن تسوده الكرامة والحرية. ولد حسام كما يعرف الكثير من زملائه حفظ القرآن وهو لا يتجاوز سن 11، ثم واصل دراسته في الهندسة الكيميائية من جامعة حضرموت، وأيضا حضر أو درس الماجستير في الإدارة، ولديه كثير من دورات في التنمية البشرية في اليمن وفي تركيا، وكان مدربا دوليا، والتحق أيضا في مصنع تجرير السكر، مصنع السعيد لتجرير السكر، ولكنه عندما سمع نداء الواجب لبى هذا النداء وترك وظيفته التي كانت تدر عليه كثير من الأموال الوفيرة، والتحق بالجيش وجاهد في كثير من المواقع، وكان مشهود له بالإقدام والشجاعة. الشهيد المهندس كان على موعد ليلة استشهاده برؤية طفلته ذات الشهرين من العمر التي كانت حينها قد وصلت من مدينة عمران إلى مأرب، إلا أن الروح التواقة للنصر آثرت إلا الكر وملاحقة الخصوم لتكون ملاقاة ربه هي الأصدق موعد، تاركا وصيته لرفقاء دربه وناسه أنه لأجل الوطن ترخص الروح والنفس. علي المطلعي لقناة سهيل الفضائي.